الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا برجال ونساء الإعلام في هذه الندوة الصحفية التي ينظمها حزب العدالة والتنمية لتقديم مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة. هذه المذكرة تم تقديمها رسميا في لقاء منذ يومين الأربعاء الماضي 29 نوفمبر أمام الهيئة المكلفة باقتراح تعديل مدونة الأسرة. بغيت نذكر بأن هذا الموضوع موضوع مراجعة مدونة الأسرة بالنسبة للحزب يعني ليس جديدا. الحزب كان سباقا منذ أن أثيرت منذ عدة شهور النقاش حول مدونة الأسرة، مجموعة من موادها وكذلك حول نصوص أخرى مرتبطة بالأسرة ومن ضمنها القانون الجنائي. وهنا في هذه الصفحة ركزت أولا أنه الأمين العام ديال الحزب في عدة خرجات سواء أمام الأمانة العامة أو في لقاءات حزبية منشورة للعموم كان دائما في تفاعل كذلك مع تصريحات ولا سيما لمسؤولين رسميين على رأسهم وزير العدل ورئيسة مجلس الوطني لحقوق الإنسان في بعض القضايا التي نعتبرها قضايا قطعية أو قضايا التي يعني نعتبر أن إثارتها يشكل بالنسبة لنا استغرابا، كان دائما يثير هذه القضايا. ثم إن الأمانة العامة في هذا الموضوع في موضوع مدونة الأسرة بالخصوص وتفاعلا مع النقاشات التي كانت في الساحة العمومية وتفاعلا مع بعض التصريحات التي كانت تصدر من بعض المسؤولين أصدر 11 بيان من 18 يونيو 2022 إلى آخر بيان في 14 أكتوبر 2023 أصدر 11 بيان قلت إما في تفاعلا أو ردا على بعض التصريحات الغريبة التي كانت تصدر إما من مسؤولين حكوميين أساسا وزير العدل أو من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك كانوا هناك جوج ديال البيانات رسمية، البيان ديال 4 غشت 2022 هذا بيان كان تفاعلا مع الخطاب الملكي السامي ديال عيد العرش 2022 واللي اعطى فيه جلالة الملك الانطلاقة لهذا الورش. ثم البيان الأخير ديال 14 أكتوبر 2023 وكان تفاعلا مع الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية والذي كان فيه شق يهم الهوية الوطنية ومقوماتها. ثم إن الحزب نظم ندوتين في الموضوع 6 نوفمبر 2022 في 2 أبريل 2023 وأصدر كتابا على إثر ذلك تحت عنوان مدونة الأسرة ورهانات المراجعة. كذلك منظمة نساء العدالة والتنمية أصدرت في هذا الموضوع 4 بيانات، أصدر مكتبها التنفيذي 4 بيانات ونظم عدة ندوات عبر ربوع المملكة. المعنى ديال هذا التذكير هو أن الحزب اهتم بهذا الموضوع منذ الإرهاصات الأولى، منذ أن بدأت تظهر في الساحة إما بعض المواقف الغريبة وإما مواقف رسمية التي أعطت الانطلاقة لورش إصلاح مدونة الأسرة. فكيف ما قلت 11 بيان ديال الأمانة العامة، 4 ديال البيانات ديال المكتب التنفيذي، ثم عدة ندوات إما نظمها الحزب وإما نظمتها المنظمات نساء العدالة والتنمية. الآن سأمر إلى تقديم مذكرة حزب العدالة والتنمية في شقها الأول كما قدمها أمام اللجنة. هذا التقديم تم وفق 4 محاور. المحور الأول هو أهم المكتسبات الواجب تحصينها. المحور الثاني هو الاختلالات والسلبيات التي وجب تصحيحها. باش نسهل الامور، المحور هذا اولا وثانيا غيكونوا 2 صفحات على ابعاد تقدير لانه غيكونوا بتركيز شديد، لان الذي يهمنا في هذا العرض هو ما يتعلق بالمحور الثالث هو المرجعيه والمرتكزات التي نرى من منظور حزب العداله والتنميه
أنه ينبغي أن تحكم الإصلاح المرتقب، ثم المحور الرابع الذي هو مقترحات حزب العدالة والتنمية. فيما يتعلق بالمحور الأول قبل ذلك، كيفاش يعني انطلقنا ابتداء من خطاب العرش ديال سنة 2022 لجلالة الملك، قال فيه: وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة وتحول دون تحقيق أهدافها. إذن هذا كان خطاب ديال جلالة الملك، واللي أعطى من خلال انطلاقة لورش مراجعة بعض البنود ديال مدونة الأسرة، واللي غادي نشوفه من بعد المواضيع التي حددها جلالة الملك والعنوان البارز لهذه المواضيع. ثم في 26 شتنبر الماضي، 26 شتنبر 2023، الجميع يعلم من خلال الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى السيد رئيس الحكومة، حدد جلالته منهجية الاشتغال، بحيث ارتأى أن يسند قيادة عملية التعديل بشكل جماعي ومشترك لمجموعة من المؤسسات الرسمية: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، النيابة العامة، رئاسة النيابة العامة، المجلس العلمي الأعلى، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم مؤسسات أخرى. ولكن بالإضافة إلى ذلك، دعا هذه الهيئة، هي المكلفة بإعداد مقترحات تعديل مدونة الأسرة، دعاها إلى الانفتاح واعتماد مقاربة تشاركية واسعة. في هذا الإطار، حزب العدالة والتنمية قياما بواجبه الديني والوطني ونهوضا بمسؤوليته التاريخية في الدفاع عن الأسرة في سياق عالمي يتسم بالهجوم على الفطرة الإنسانية واستهداف هوية وخصوصيات مختلف الشعوب، وفي إطار المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية والمنهجية التشاركية التي حددها جلالة الملك حفظه الله، يقدم الحزب منظوره بخصوص هذا الإصلاح. أول شيء بالنسبة للمكتسبات، احنا بالنسبة لنا منين رجعنا للتاريخ ديال المدونة الأسرة، سواء في الفترة ديال الحماية أو من بعد في بداية الاستقلال مدونة الأحوال الشخصية، وصولا إلى سنة 2004 فاش تعدل مدونة الأحوال الشخصية وصبحنا تنتكلموا على مدونة الأسرة، لقينا أن هناك خيطا ناظما ومكتسبا كبيرا ينبغي الحفاظ عليه في هذه المرحلة الحالية، المرحلة ديال مراجعة مدونة الأسرة. أول هذه المكتسبات أن الأمر بالنسبة للمغاربة لا يتعلق بإصلاح تشريعي عادي، هذا ليس نصا قانونيا عاديا، هذا نص قانوني يمثل بعد الدستور أهم تشريع يجسد مدى ارتباط المغرب بمرجعيته وهويته الإسلامية وحرصه على سموها، كما ورد ذلك في دستور المملكة، مما يجعل من مدونة الأسرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عنصراً محدداً لاستقرار النظام الاجتماعي وأحد ثوابته. إذن هذا الأول. الثاني، أن الخيط الناظم لهذا المسار التاريخي لمسألة الأسرة أن المغرب استطاع في نفس الوقت، في نفس الوقت، أن يعالج في كل مرة الإشكاليات العملية المطروحة في إطار هذه المرجعية بما يحقق مكتسبات للأسرة بكل مكوناتها، وفي نفس الوقت يصمد ويتجاوز كل الضغوطات التي لا تتلائم مع مرجعيته وهويته أيا كان مصدرها، وكانت هذه الضغوطات من الداخل أو من الخارج. ثم الثالثة، وهذا كذلك أساسي، هو في كل محطة من محطات إصلاح شؤون الأسرة كان دور جلالة الملك بصفته أمير المؤمنين دورا محوريا انتصارا للمرجعية الدولة، وكان كذلك صمود التيار المنتصر للمرجعية الوطنية وللرأي العام، وهو كذلك صمود الرأي العام الشعبي، الشعب المغربي المسلم، عاملا أساسيا في استيعاب الضغط الخارجي والحد منه. إذن هذا واحد الأمر ناظم كان دائما في كل المحطات التي تعني شؤون الأسرة، واستطعنا بفضل الله وبفضل هذه المحددات أن نحافظ على نظام الأسرة داخل المرجعية الإسلامية
وفي إطار يعني ما يبتغيه الشعب المغربي المسلم. ثانيا قلنا ما هي الاختلالات والسلبيات التي وجب تصحيحها. جلالة الملك في خطاب العرش ثم في الرسالة الملكية إلى السيد رئيس الحكومة حدد جلالته حدد أن الذي ينبغي أن يتم إصلاحه هم الاختلالات والسلبيات المتعلقة بالتطبيق الميداني وبالعمل القضائي. فإحنا انطلاقا من هذا التوجيه وانطلاقا من تقرير رسمي هو التقرير ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صدر في يناير 2023 حول القضاء الأسري، قام بدراسة لمدة 5 سنوات من 2017 ل 2021 وخرج بمجموعة من الخلاصات بعبارة عن أرقام وبيانات، ولكن في نفس الوقت انطلاقا من الملفات التي عرضت على المحاكم شنو هو السبب ديال هذه الاختلالات، فيتحدث عن أسباب هذه الاختلالات. فاحنا في نفس الوقت انطلاقا من هذه الأرقام، أولا قضايا الأسرة تحتل واحد الرقم كبير واحد نسبة كبيرة من ضمن القضايا المدنية المسجلة أمام المحاكم. في النسبة ديال القضايا الأسرة 40%، 40% من القضايا المدنية المعروضة على المحاكم. الخلاصة الثانية التي يأتي بها التقرير أنه هناك تراجع كبير على مستوى الزواج، ولا سيما إذا ما قرنه بالتزايد السكاني وبالنمو الديمغرافي للفئة الشابة، الفئة المعنية بالشباب بالزواج. إذا تسجيل تراجع كبير. المسألة الثالثة تفاقم حالة التفكك الأسري الناجم عن الطلاق مقارنة بالزواج، واحد الرقم يلخص كل هذا. حينما يتم إيداع 100 طلب ديال الإذن بتوثيق الزواج، 100 طلب للإذن بتوثيق الزواج يوضع مقابله 50 دعوة ديال الطلاق والتطليق، 100 ديال الزواج و50 ديال الطلاق والتطليق. ثم داخل هذا الطلاق والتطليق الذي احتل المكانة ديال الصدارة هو الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق. علاش ركزنا على هذا؟ لأن التطليق للشقاق هو المستجد الذي أتت به مدونة 2004. التطليق للشقاق هذا مستجد، وأصبح هذا التطليق للشقاق يحتل في هذه ال5 سنين هذه اللي تمت دراستها من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يحتل 70% من مجموع حالات الطلاق. وإذا زدنا عليه الطلاق الاتفاقي نصل إلى نسبة تصل تقريبا 90%. إذا الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق أكثر من 90%. المسألة الخامسة هو ارتفاع عدد قضايا النفق، أكثر تقريبا 30,000 قضية نفقة سنة 2021، سواء تعلق الأمر بمقدار النفقة أو تعلق الأمر بعدم تنفيذ النفقة. المسألة الأخيرة في هذه الاختلالات الذي أثبتها تطبيق المدونة هو تطور قضايا الحضانة المعروضة على المحاكم، سواء تعلق الأمر بالحضانة في معناها العام أو القضايا المتعلقة بزيارة المحظون، 2510 فيما يتعلق بقضايا الحضانة المعروضة على المحاكم، وتقريبا 1800 قضية تتعلق بزيارة المحظون. في المقابل هذه بالنسبة لنا هذه هي الاختلالات والقضايا الحقيقية. في المقابل هناك بعض الأمور التي تثار ويهول منها وتضخم ويركز عليها، العدد ديالها والنسبة ديالها قليلة. أولا شكلت نسبة طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية من مجموع طلبات الإذن بالزواج 5%، والاستجابة القضائية هادو بجوج ديال الأمور، سواء الزواج دون سن الأهلية أو التعدد، هادو جوج ديال الأمور يخضعوا للإذن ديال القاضي، يعني تمارس هذه رخص واستثناءات تمارس تحت المراقبة القضائية. هذه النسبة ديال الاستجابة ديال القضاء بالنسبة للزواج دون سن الأهلية لا تتجاوز 46%. بالنسبة للتعدد نسبة الاستجابة طلبات اللي تتوضع لا يستجيب القضاء إلا في حدود 39%، وتمت الاستجابة يعني نسبة الاستجابة من مجموع أذونات الزواج 0.66%، يعني عندنا 6 في الآلف ديال الحالات التي يستجيب لها القضاء فيما يتعلق بالتعدد. إذا انطلاقا من كل هذا، انطلاقا من هذه الاختلالات، ثالثا قلنا ما هي بالنسبة للحزب
شنو هي المرجعية والمرتكزات التي ينبغي أن تحكم الإصلاح المرتقب؟ أربعة ديال الأمور. أولاً، أن تلتزم التعديلات المرتقبة بالمرجعية الإسلامية لعدة اعتبارات. أولها أن المغرب بمقتضى الدستور دولة إسلامية، وبمقتضى الدستور الإسلام هو دين الدولة، وبمقتضى الدستور الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها. الثانية، انطلاقا من هذه المرجعية الإسلامية، باعتبار أن الأسرة في هويتنا المغربية الموحدة تنطلق من الأهمية الكبيرة التي أولاها القرآن الكريم للأسرة، حيث أضفى عليها قداسة خاصة وحرمة متميزة، وذلك من خلال ربطها بقضية الخلق وجعلها من الآيات الكونية وللفطرة الإنسانية. ثم باعتبار أن الإسلام ارتقى، القرآن الكريم ارتقى بالعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى للنساء على الرجال إلى ضمن الرابطة الشرعية التي تجمعهما في الأسرة، إلى مستوى من القداسة تناظر العهد الذي أخذه سبحانه وتعالى على النبيين وسماهم جوج ميثاقا غليظا. سمى العهد ديال الرجال على النساء ميثاق غليظ، وسمى العهد الذي أخذه سبحانه وتعالى على النبيين بالميثاق الغليظ. ثم كذلك، نظرا للمكانة الكبيرة التي أولتها السنة النبوية الشريفة للأسرة وللمرأة وللرجل، والحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. وعلاش ركزنا على الالتزام بالتعديلات المرتقبة بالمرجعية الإسلامية للاعتبارات السابقة، ولكن ربما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟ وهنا تنذكر بجوج ديال الخطب الملكية الأخيرة، الخطاب الملكي ديال افتتاح الدورة التشريعية اللي تكلم جلالة الملك، قال وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم من تحولات عميقة ومتسارعة أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات والتخلي عنها، جلالة الملك يحذر، أو كما قال جلالته في خطاب عيد العرش يعني في يوليوز 2023، أو في ظل ما يعرفه العالم من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات وتداخل العديد من الأزمات. معنى أنه اليوم مطلوب منا أن نتمسك بمرجعيتنا الإسلامية. وراه السي عبد العزيز تكلم في الأول على الذي يقع اليوم في غزة باسم المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وباسم من يحمل لواء حقوق الإنسان، والنساء والأطفال يسفك دماؤهم بمرجعية الكونية وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من واشنطن وجنيف، حيث يدرس حقوق الإنسان للعالم أجمع. المسألة الثانية، أن تحترم التعديلات المرتقبة المقتضيات الدستورية. قلنا الأول المرجعية الإسلامية، ثانية المرجعية الدستورية. المرجعية الدستورية أنا ذكرت بعض الفصول المتعلقة بالإسلام، ولكن كاين جوج ديال الفصول، الفصل 32 من الدستور دقق في التعريف ديال الأسرة، قال الأسرة هي القائمة على علاقة الزواج الشرعي، ويربطها هنا بالمرجعية الإسلامية مباشرة. الأسرة في المغرب هي أسرة مبنية على الزواج الشرعي. ثم أعطى لهذه الأسرة الفصل 32 غاية دستورية أساسية ونبيلة، وهي الخلية الأساسية للمجتمع التي بها يقوم المجتمع وبها ينمو المجتمع، وأوجب على الدولة أن تضمن لها الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية. وبالإضافة إلى هذا، بالإضافة لها التعريف ولهذه الغاية والواجبات على الدولة، وفي إطار الانفتاح ديال المغرب حدده وأطره الدستور، قال حينما ننفتح على المواثيق والاتفاقيات الدولية وما يسمى الممارسة الفضلة وما يسمى المرجعية الكونية، راه ماشي يعني الباب مفتوح على عواهنه. هذه المواثيق وهذه الاتفاقيات ينبغي أن يكون المغرب صادق عليها، ثم أن يتم تنزيلها كل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة، ثوابت الأربع وقوانين المملكة. إذن كاين المعنى ديال الأسرة، وكاين الانفتاح المؤطر بالدستور. النقطة الثالثة،
هو أن المرتكز الثالث وأن تحترم التعديلات المرتقبة التأطير والتوجيهات الملكية السامية. جلالة الملك حينما فتح هذا الورش أطره من الناحية المرجعية، قال عدة مرات بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله. هذا تأطير، يعني يمنع ويجعل سدا منيعا بين المدونة وبين مجموعة من المقترحات التي تطرح خارج المرجعية الإسلامية. ثم النقطة الأخيرة هو جلالة الملك في آخر خطاب أمام البرلمان تكلم على أنه من بين الأمور التي تعتبر ضمن القيم الوطنية الجامعة ومكونات الهوية المغربية الأصيلة أولها القيم الدينية والروحية، وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي. تنأكد على الإسلام السني المالكي لأن سنعود لها فيما يتعلق بما يطرح من تعديلات. والمسألة الأخرى أن جلالة الملك ركز على أن الأسرة ليست للمرأة وحدها، وإنما هي الأسرة هي فيها مجموعة من المكونات، المرأة والرجل والأطفال. ثم ركز جلالته على أن التأهيل المنشود، وهنا الموضوع ديال التعديل، التأهيل المنشود يجب أن يقتصر، هذا كلام جلالة الملك، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي 20 سنة. إذا نحن بصدد الاقتصار على إصلاح الاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي، معنى أن المسألة المرجعية محسومة. المسألة الرابعة والأخيرة في المرتكزات هو بالإضافة إلى الإسلام والدستور والتوجيهات الملكية كاين المجتمع المغربي. أولاً هذه التعديلات ينبغي أن تعالج الاختلالات الحقيقية وأن تراعي المصلحة الحقيقية للأسرة المغربية. والمسألة الثانية أن تحترم شعور هذا الشعب وقناعته باعتباره شعباً مسلماً، وباعتباره أنه عبر عبر مجموعة من استطلاعات الرأي أنه يرفض بأغلبية ساحقة، يرفض مجموعة من التعديلات التي تخرج عن الإطار والثوابت الوطنية الجامعة. إذا انطلاقاً من كل هذا، مقترحات حزب العدالة والتنمية انطلاقاً من المكتسبات التي تكلمنا عليها، انطلاقاً من الاختلالات التي قدمناها وبالأرقام، والتي تهم أساساً إشكالية الزواج، إشكالية الطلاق، إشكالية النفقة، إشكالية الحضانة، وانطلاقاً كذلك من المرتكزات الأربع التي ذكرنا بها: الإسلام، الدستور، أمير المؤمنين والشعب المغربي. المقترحات ديالنا مقسومة على 3 ديال الأصناف. أولاً هناك مطالب يرفضها الحزب رفضاً تاماً. ثانياً هناك تعديلات يقترحها الحزب في التشريع بالنظر للاختلالات القضائية والقانونية التي كشف عنها تطبيق المدونة. ثم هناك مقترحات تهم الإجراءات الداعمة على مستوى السياسات العمومية والتنظيم والعمل القضائي. المطالب التي يرفضها الحزب: أولاً الرفض التام لأي مساس بالمرجعية الإسلامية لمدونة الأسرة باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع كما سبق التأكيد على ذلك، وباعتبار أن المدونة الأسرة هي نص ذو طبيعة خاصة ترتبط بالمرجعية الإسلامية وجوداً وعدماً. وهنا تنتكلموا على الانفتاح، تنقلوا للدين الانفتاح، راه المغرب قدم تحفظات على الاتفاقيات وكذلك رفض مجموعة من التوصيات مؤخراً، يعني اللي هي على يعني ليست منسجمة ولا تلتزم بالمرجعية الإسلامية. النقطة الثانية هو رفضنا لفصل المدونة عن أحكام الفقه المالكي المكتوبة والمتواترة والمعروفة مصادرها، باعتبار أن كيف ما ذكرت قبيلة في الخطاب ديال جلالة الملك الأخير الإسلام السني المالكي، باعتبار أن المذهب المالكي هذا مذهب تواتر عليه المغاربة منذ أكثر من 12 سنة ويشكل بالنسبة لهم وحدة مذهبية تحافظ على وحدة فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه بطبيعة الحال. لا في التدقيق ديال الأخ الأمين العام تنتكلم على المذهب المالكي فيما لا نص فيه، يعني المدونة، وهذا هو اللي كاين في المادة 400. المادة 400 المدونة تبت في كل شيء وتدقق حينما لا يكون هناك نص، وهو اللي معمول به حتى في التشريعات في الخارج. حينما تكون هناك فراغة تشريعية يلجأ أهل البلد إلى
قواعد أخرى مكتوبة أو إلى العرف. في المغرب يلجأ في الإطار مدونة الأسرة، نلجأ إلى الأحكام الفقه المالكي. الثالثة، الرفض التام للمطالب المتعلقة بالمساواة في الإرث، هذه واضحة لن أفصلها فيها أكثر من ذلك. النقطة الرابعة هو رفض حذف التعصيب باعتباره مرتبط بنص قرآني. كاين إشكالية عملية سيكون فيها مقترح ستفصل فيه الأستاذة سعادة بوسيف. النقطة الخامسة هو تحصيل الحكم الشرعي في منع زواج المسلمة بغير المسلم. هذا الكلام ماشي اللي تنقوله، لأنك خرجت مذكرات تطالب بالمساواة في كل شيء. تقول ما كاين لا نص قرآني لا ولا كاين المساواة، الزواج اللي بغى يتزوج بأي طريقة إلى آخره. فعلى داك الشيء تحصين الحكم الشرعي في منع عام المكان في زواج، في منع الزواج بغير المسلمة. السادسة هو رفض أن لا يكون اختلاف الدين مانعا في الإرث. من موانع الإرث الاختلاف في الدين، فنحن نرفض أن يعني باش يتحيد هذا المانع. السابعة، رفض الإلغاء التام ورفض تجريم الاستثناء المتمثل في الإذن القضائي بالزواج دون سن الأهلية، سيوضح من بعد. رفض المنع التام لتعدد الزوجات باعتباره مرتبطا بنص قرآني واضح. تاسعا، رفض المساواة الميكانيكية المطلقة بين الرجال والنساء في الزواج وأثناء عقده وفسخه. تكلمنا على إباحة زواج المسلمة من غير المسلم. هناك من يطالب بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميكانيكية في الولاية على الأبناء. هناك من يطالب بالتسوية في اقتسام الأموال المكتسبة أثناء الزواج بدون وجه حق. وفي سجل آخر، هذو الأمور التي نرفضها على علاقة مباشرة بمدونة الأسرة. بقاو جوج ديال الأمور ليست في مدونة الأسرة، هي في القانون الجنائي، ولكنها يعني على علاقة بها، تؤثر عليها وتتأثر بها، وعلى كل حال تعني الأسرة. فالنقطة العاشرة هي رفض إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج، الزنا بالمصطلح الشرعي، تحت يافطة الحريات الفردية. والحادية عشرة، رفع التجريم عن الإجهاض وقتل الجنين بغير الحق باسم ما يسمى الحق في التصرف في الجسد. إذن هذو 11 ديال الأمور التي يرفضها الحزب رفضا باتا باعتبار ارتباطها بنصوص قرآنية قطعية. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.